أهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي بقلاوة صناعة منزلية، هي والعجينة مالتها اللي سويتها بحلقة ماضية حسب طلب إحدى البنات. طلبت العجينة من عندي وسويت العجينة، وهسه سويت هذه البقلاوة. طبعا طلعت رائعة طعم وشكل، فتعالي وياي حتى تشوفين المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم للبقلاوة اللي راح أسويها راح أحتاج العجين البقلاوة اللي سويته بحلقة ماضية، هذا اللي بتشوفين هو هذا العجين. لفلفته بالورق وبعدين بالنايلون كل زين وخليته بالبراد. هاليوم راح أستعمله. هذا العجين عندي هنا جاهز. راح احتاج له نص كيلو زبد، خليته على النار، سخنته للزبد. واحتاج ايضا القطر او الشيرة، خليت كوبين شكر للشيرة وكوب واحد مي وربع ملعقة يعني شاي ليمون خليت بيها. هذه للقطر. تاج كيلو واحد تريدين لبجوز او فستق حلبي، هذه ثرمته بهذا الشكل ناعم. احتاج للفستق الحلبي للحشوة احتاج لها 3 ملاعق كبار ماء زهر، 2.5 ملعقة كوب شكر، اخلطهم مع بعض وبعدين راح اخليها يعني ادهن الصينية اول شي بالزبد، اتركها على سطحة، اجي اطلع اول قطعة من العجين واخليها عندي بالصينية شوية، تركتها برا العجينة هكذا لتشوفين. هاي العجينة اللي سويتها طلعها قطعة قطعة افرشها بالصينية عندي بس هنا لانه مطوية شي على شي مو مشكلة، لانه هاي راح تصير زوايا كلها راح اقطعها. هكذا طلعت عندي طبقة مثل ما تشوفين، طبقة من العجين طلعت عندي، راح أفرشها بالصينية بحيث تغطي كل الصينية اللي عندي، زوايا خليها اللي برا أقطعها بعدين. أخذ قطعة نخة ثم أخليها، بعدين راح أدهنهم بالزبد. هو يصير يعني تحطين طبق بين طبقة وطبقة، أو تريدين كل 3 4 طبقات مرة واحدة تدهنين بالزبد، يعني يبقى الاختيار عندك، لأنه أخير شي راح نضيف الزبد الباقي كله راح نضيفه على البقلاوة مثل ما بتلاحظين. طبعا إذا عندك قالب دائري بعد أفضل، القالب الدائري أفضل. أقدر أجيب سكينة أقطع الزوايد اللي ما أرغب لها. خلي طبقة ثالثة بعدين راح أدهن بالزبد. هذه الطبقة الثالثة أدهنها بالزبد كلها، وإذا عندك بخاخ بعد أفضل حتى لا تتجرجر العجينة عندك. أسويها بهذا الشكل حتى لا تتجرجر العجينة عندي، واستمر بعملية فرش العجين وأدهن بالزبد طبقة بعد طبقة. استمر بهذه العملية إلى أن ما تنتهي عندي الـ8 طبقات الأولى اللي فتحتها. هذه أول 8 طبقات، بعد عندي 8 ثانية بالكيس الثاني.
بالزبد. هاي الزبائد كلها راح تبقى لي برا. خليها، حاول ادهنهم هذولا. بعدين اخذ ورا ما خليت كل هاي الطبقات، راح اجيب سكينة واقطع كل الجوانب الممرغوب بيها، اقطعها كلها. بعد ما انتهيت من قطعت العجينة، قطعت الجوانب صارت بهذا الشكل، راح ادهنها ايضا بالزبد. هالمرة اكثر اخلي زبد، وعندي الحشوة هسه اخلي لها السكر، سكر البودرة. عندي هنا هسه الفستق الحلبي العقدة ونص، واحد اثنين ونصف سكر مطحون. بعدين راح اضيف له ماء الزهر، 3 ملاعق طعام ماء زهر. عندي هنا 3 ملاعق ماء زهر، واخلطهم، احط هاي المواد كلها. بعد ما خلطت كل المواد راح اخليها على الوجه، على الطبقة العجينة الاولى اللي فتحتها، هي هذه واللي خليتها بالصينية. هكذا، وراح اخذ اسأبي بالعجينة الثانية نفس العملية. طبعا من تسوين عجينة البقلاوة بالبيت توقعي بانه كل المكان راح يصير نشا وراح يصير عجين وراح يصير ورق، فتوقعي كل هاي الاشياء. اذا ما تحبين كل هاي الهوسة اشتري عجينة جاهزة ولا يعني تتعبين نفسك. مثل ما تلاحظون هاي قبل الأخير القطعة العجين راح أخليها، بعدين أقص كل الزوايد، أقصها بالمقص. هذه آخر قطعة أخليها، هاي آخر شيء، وأقصقص كل الزوايا، وراح أخلي الزبد الباقي كله راح أخليه عليها. كذا انتهيت منها. اجيب المقص واقص الزوايد هكذا بالمقص. هسه راح احاول اقطعها مع المياه. طبعا انا مو شاطره بالتقطيع، فراح اقطعها ما اعرف شلون راح تطلع. الشيء الوحيد انا ما يعني يطلع عندي مضبوط كلش. راح اقطعها هالشكل اول مرة، اشوف اجرب وياكم، ان شاء الله يا ربي تطلع اشكال حلوة. قطعها مربعات افضل، خلي تكون مثل ما تلاحظين. بعد ما انتهيت من تقطيع البقلاوة انا قطعتها بهذا الشكل مربعات، لانه انا ما اعرف اسوي يعني اشكال المعينية والشغلات. هسه عندي الزبد الباقي راح اضيفها عليها واخليها فرن درجة حرارة متوسط، لا درجة حرارة عالية،
لانه انا اريدها يعني كلها تنضج من يعني ما اريدها تحترق، اريدها كلها تكون متساوية. بعدين هذا الزبد اللي اشوفه راح اشوفه زيادة من اطلعها من الفرن راح افرغه اكبه، وهي ساخنة اخلي لها القطر او الشيرة هكذا. هكذا هسه اخليها بالفرن وان شاء الله من تنضج ارجع لكم. حبايبي هي هاي بقلاوتنا بعد ما طلعتها من الفرن. هسه هي ساخنة، عندي القطر درجة حرارة الغرفة، نسميه القطر او الشيرة، هو بدرجة حرارة الغرفة، والبقلاوة لازم تكون ساخنة. وراح اكبها على البقلاوة واخليها تبرد، وبعدين راح اطلع قطعة وتفضلوا وياي. اتمنى انتوا هنا تذوقون البقلاوة وياي وتشوفون ايش قد طيبة. هكذا اشربها كلها، اخليها تشرب هاي الشيرة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتسووها، وألف هنا وصحة مقدما إذا سويتوها وعجبتكم. شكرا جزيلا.